أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد يا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولكم الكافرون يا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة الفضيلة وابعث الله مقاما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدت وجزه عنها وجزاء إنك لا تقنع رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين
اللهم دبر لنا فهمنا على أحسن التدبير، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين للدين على كره الثوبة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك جد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك جد. وسلام عليه يوم ولد.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.